بسم الله، بمجرد ان انا رسمت الحوائط، في اي حوائط بتغلق شكل دي بتعتبر روم وليها خصائص. ممكن انا اغير حجم الغرفة بمجرد ان انا اعمل سيلكت على اي حيطة واحركها سواء بالماوس او بالكيبورد، الاسهم الموجودة في الكيبورد. لو انا دوست على اي غرفة وليكن مثلا الغرفة ديت، فبيطلع لي روم سبيسيفيكيشن، ابدأ اخصص الروم. طيب الغرفة دي نوعها ايه؟ مثلا ليفينج، تمام، واقول له يظهر لي الاسم بتاعها. يعني انا عايز هنا يظهر لي ان دي الغرفة بتاعت الليفينج. الاستراكشر بتاعي، السيلينج هيبقى على ارتفاع كام، الفلور هيبقى على ارتفاع كام. يعني مجرد ان انا رسمت الحوائط كل المعلومات دي بتبقى موجودة، وابدأ انا اخصصها واخصص نوع السيلينج ونوع الفلور اللي انا محتاجه. الديك، الموديلنج، ممكن امشي على الافتراضي او احط انا الموديلنج اللي انا عايزه. في الستايل، الشكل بتاع الهاتش هنا هيبقى عامل ازاي، وليكن مثلا اي هاتش بقى تشوفه. اوكي، الماتيريال، لو عايز احط ماتيريال اقول له اوكي، الاقي الهاتش هو ظهر لي. الغرفة دي بتاعت الليفينج والابعاد بتاعتها، ممكن اختار برضو الغرفة دي اقول له خلي لي مثلا بلكوني. اوكي، ودي انا عاملها مثلا للفاميلي، تمام. لو عايز اشوفها في 3D هاجي هنا اقول له برسبكتيف فول اوفر فيو، بتظهر معايا بالشكل دوت.